كلما تغرو الصباح تبسما وتحية تروي الظما للطيبين الأوفياء. لف المحبات والعبر ومراتع المجد الكبير، وإلى العلا دوما نسير على تباشير السر. ما إن تلج إلى مهرجان التمور حتى تفاجأ بالكم الكبير، ليس من التمور بأنواعها المختلفة، بل من الشباب الذين أبوا أن يتركوا الإجازة الصيفية تشارف على الانتهاء دون استغلالها في مهنة تعود عليهم بالأجر والأجرة. موسم هذا موسم إجازة صيفية، فكويس أن الواحد يستغله بالمفيد، وأيضا في هذا المجال في خدمة للمستهلك والأخ الزبون اللي يجون عندنا في هذا الشهر الفضيل إن شاء الله. أكثر من 160 عارضا للتمور في مهرجان التمور بالرياض، وأكثرهم من فئة الشباب. هذه خطوة حسنة، أول شيء تشجيع لهم، أجل من ضيع وقته بأي مكان. هي مهنة أحلى من التمر، لا سيما في المملكة العربية السعودية التي تشير الأرقام إلى احتلالها مركز الصدارة في الإنتاج العالمي، إذ يقارب إنتاجها 20%، لتحتل بذلك المركز الثاني عالميا بكمية تزيد على 30 مليون طن ولأكثر من 30 نوعا. الزبائن أشاروا لكاميرا أبعاد إلى أنهم لا يرون بونا شاسعا بين البائع الشاب وغيره، بل شجعوا الشباب على منافسة الكبار في هذه المهنة. الشاب السعودي الفكرة السائدة عند الكل انه يبغى مكتبه، غير صحيح. الشاب السعودي دخل مجال البيع والشراء والاخذ والعطاء، يعني انتاجيته عجيبة، فيها بذل جهد وبذل عرق، وفيها استغلال الوقت، بدل الشباب يضيع وقتهم باصحاب سوء، استغلال في اوقات اخرى الانترنت او شيء، تشتغل في مبيعه ويستفيد الشباب خبرة. والله شيء طيب طال عمرك، هذا يحد من البطالة، وهذا شيء نتمناه من زمان والحمد لله أنه تحقق. وبالمقابل لا يرى الباعة الشباب بونا شاسعا بين إقبال الزبائن عليهم أو على كبار السن، بل فسروا ذلك بالعبارة أرزاق، والأرزاق بيد الله. والله هي عموما يعني يقبلون على البائعين الكبار، ويقبلون بنفس الوقت على الشباب أيضا، في إقبال على الشباب ونحن صدرنا لهم رحبة. الحكيم العربي الذي قال يوما ترى الشبان كالنخل وما يدريك ما الدخل، كان عليه لو كان اليوم حيا أن يعتذر على الفور، فها هم أولئي شبابنا حقيقيو الشباب يحرصون على الدخل، لا بل ومن النخل أيضا. مروان مريسي، قناة المجد الفضائية، للبعد الاقتصادي، من برنامج أبعاد.